خليني أرجع شوي أنا وياك لعام 2012. أذكر جملتك التي قلتها: الغاز هو الحل. كيف ترى التقدم الذي قامت به مصر خلال هذه الرحلة التي قامت بها في قطاع الغاز؟ الحقيقة أن مصر دخلت 3 سنوات أوجاف، كانوا من 11 و12 و13 لغاية سنة 2014. في هذه التوقيتات كانت كميات الغاز المستوردة تستهلك كميات كبيرة من الإيرادات اللي الدولة كانت في احتياج لها لقطاعات أخرى، يمكن زي ما ذكر في التقرير ما بين 3 إلى 3.5 مليار دولار، مع انخفاض معدلات إنتاج الغاز إلى ما دون 4 مليار أدم مكعب غاز. خلال 6 سنوات الماضية بذلت الحكومة المصرية جهود كبيرة بإرادة سياسية وحكمة وعقلانية شديدة جدا، أدت إلى مجموعة من المحاور. المحور الأول أنه مع تهدئة الأمور مع الشركاء الأجانب بسداد المستحقات المتأخرة، بدأ الشركاء الأجانب يزودوا في عمليات الحفر والاستكشاف والتنمية، وده وصل الإنتاج بدل ما كان 3.8 مليار أدم مكعب غاز إلى ما يزيد عن 7.2 مليار أدم مكعب غاز اليوم. نمرة 2، الدخول في تفاهمات وتفاوضات إقليمية للعمل على تهدئة المنطقة وجذب الشركاء الأجانب العاملين بمناطق الجوار والبلاد المحيطة بنا التي ليس لديها تسهيلات، سواء تسهيلات إنتاجية أو تسهيلات تسييل وتصدير، باستخدام المحطات المصرية الموجودة في دمياط وفي إيدكو، فده عمل على جذب هذه الأمور. طيب. المحور الثالث وهو الدخول في عمليات تطوير الاستخدام نفسها وتعظيم القيمة المضافة من خلال تحويل السيارات والمحطات الكهرباء إلى الاعتماد بصفة أكبر على الغاز. وهنا عايز أقول أنه محطات الكهرباء تعتبر المستهلك الأكبر لكميات الغاز المصري، يمكن بنسبة 70% من إجمالي الغاز المصري بيذهب إلى محطات الكهرباء. طيب. وهنا عملت الحكومة على رفع كفاءة محطات الكهرباء إلى المحطات الجديدة اللي بتزيد كفاءتها عن 63%، فده قلل استهلاك كميات الغاز. طب خليني أسألك شوي، لأنه الآن في موضوع اللي نحن كنا طرحناه قبل قليل، موضوع التوازن. برأيك الأولوية الآن أو الجدوى الاقتصادية هي أفضل أو أكبر للتوسع في تصدير الفائض من إنتاج الغاز أم التوسع في استخدامه في السوق المحلية؟ يا عزيزتي، الأفضلية هنا تحددها أولويات كثيرة. نمرت 1، لو أن عندي صناعة، يعني مثلا أنا النهاردة بعتمد على البنزين والسولار في العربيات، لو أني حولت العربيات، خلينا نشوف أنه صفيحة البنزين النهاردة تمنها في المتوسط 160 جنيه، لو أنا حطيت مكان صفيحة البنزين دي 20 متر غاز تمنهم في حدود 70 جنيه، فهنا المواطن كسبان، وأنا وفرت المنتجات البترولية دي دخلتها على صناعة بتروكيماويات ذات قيمة مضافة أعلى. لما نيجي نبص، طب لو أنا ما عنديش، لو أنا عندي فائض غاز كبير زي روسيا مثلا أو إيران أو قطر، يكفي الاستخدام المحلي وجزء منه يصدر فهو يحقق قيمة مضافة. فهنا التوازن ده بيتم باعتبارات كثيرة، أهمها الديماند اللي موجود في السوق المحلي. طب خليني أستوقفك عند هذه النقطة بالتحديد، التوسع في استخدام الغاز سواء في المنازل أو السيارات كما ذكرت قبل قليل، الذي سيعجل بخطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية، بالتالي وقف الاستيراد. يعني أنت بتقول أنه هاي النقطة التي تعتمد الدولة الآن؟ طبعا، إحنا النهاردة لما نشوف أنه مثلا، يعني إيه اللي كان مخلي ما فيش اعتماد بصفة كبيرة على تموين السيارات بالغاز؟ أنه عدد محطات التحويل كانت قليلة، احنا بنتكلم في حدود 300-306 محطة تحويل، محطة تموين بالغاز فيهم 100 محطة تحويل بس، المستهدف ان هذا الرقم يصل الى 1000 محطة. كنا بنتكلم ان في 230 الف سيارة تعمل بالغاز في مصر منذ بدأنا في بداية التسعينات حتى العام الماضي، مستهدف خلال 3 سنوات القادمة ان احنا نحول 450 الف سياره. لو نتخيل كم الانتاج اللي كم الاستهلاك من البوتاجاز اللي بيتم احلاله عن طريق المستهدف، ان انا اوصل 12 مليون مستهلك منزلي واوفر مكانهم 12 مليون انبوبه 24 مليون انبوبه بوتاجاز شهريا، فده رقم كبير جدا، لانه احنا 50% من البوتاجاز المستهلك محليا يتم استيراده من الخارج. نسبه كبيره من السولار اللي بيستخدم في عربيات النقل والميكروباصات والحاجات اللي زي كده، نسبه كبيره منه تصل النهارده الى ما يزيد عن 40% بيتم استيراده من الخارج. وبالتالي الفكره مش ان انا اكفي الاستهلاك بس، لا، واوقف نزيف الاستهلاك ايضا. انا لما اوقف
السولار والبنزين واخش بمكانهم بماده تانية مضافه، ماده تانية انظف قليلا والعبء البيئي بتاعها اقل، فده افضل كثيرا بالنسبه لي. طيب بشكل سريع في مستهل اجابتك الاولى كنت عم تتحدث عن موضوع الغاز، استخدام الغاز بمحطات الكهرباء. الاستخدام الغاز بمحطات الكهرباء بدل من المازوت هذا بيساعد بتعزيز كفاءة هذه المحطات، وبالتالي استخدام المازوت في معامل التكرير لإنتاج المواد البترولية من جهة أخرى. طبعا احنا كنا يمكن قبل 2011 كان استهلاك المازوت بيتعدى 13-14 مليون طن في السنة، النهاردة قدرنا ننزل، وكان الإنتاج المحلي لا يتجاوز 10.5-11 مليون، فكان الباقي بيستورد والمازوت غالي جدا. النهاردة لما حصل إحلال بالغاز والكفاءة بتاعت المحطات زادت فقل الاستهلاك من الغاز، قدرنا المازوت اللي كان بيوجه للحريق، أنا في تقديري أي وقود بيوجه للحريق دي يعني حاجة حرمانية كبيرة، يجب أن يوجه الوقود بصفة عامة إلى صناعات القيمة المضافة. تخيلي أن أنبوبة البوتاجاز أيا كان تمنها 7 دولار 8 دولار في أي حتة في العالم، أو كان تمنها في مصر 60-65 جنيه، تنتج سجادة تمنها 5000 جنيه وما يقوم من قيمة مضافة من إنشاء مصانع وتشغيل عمالة واستيراد وتصدير وخلاف. فهنا صناعات القيمة المضافة أولى باستهلاك أي وقود، يبقى غاز يبقى بنزين يبقى سولار يبقى زي ما يكون. فهنا احنا وفرنا المازوت طبعا ووجهناه لمعامل التكرير زي ما زمايلي كانوا بيقولوا من شوية لتقطيره وإنتاج متكثفات خفيفة. نعم وضحت الفكرة. أنا أشكرك وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال على مشاركتك معنا اليوم في عالم الطاقة.